السلام عليكم. تحسبا لتنظيم الجزائر لكأس إفريقيا للشباب تحت 17 سنة، زارت ممثلة نتاع الكاف ملعب عنابة للوقوف على التحضيرات نتاع الملعب هذا، يعني لتنظيم هذه المنافسة. والجدير بالذكر أن الملاعب كلها اللي نظمت كأس إفريقيا نتاع الشان هذه هي يعني مؤهلة لتنظيم البطولة هذه تحت 17 سنة، ونشوف إن شاء الله الجزائر ما تلقى حتى صعوبات في هذه التنظيم، واللي راح تزيد من الزخم نتاع الجزائر و يعني لا نوتوريتي، يعني المقام نتاع الجزائر في ميدان تنظيم منافسات القارية، وإن شاء الله تنتهي بين المطاف إلى تنظيم كأس إفريقيا للأكابر في 2025، ولما لا لتنظيم كأس العالم حتى ولو نرشح روحنا وما ننظمش، المهم نرشح أنفسنا لتنظيم كأس العالم بعد ما يتم بناء ملعب الصيف وملعب قسنطينة. إن شاء الله سوف نرشح أنفسنا لتنظيم منافسة كأس العالم. أترككم في رعاية الله، وحفظه، والسلام عليكم.